Bonjour tout le monde, اليوم حنبارطاجي معكم ان غاتو سك. هاد لو غاتو سك ديروه بلا بيض، حلوه جافه بدون بيض، في شويه فرينه، شويه سكر كلاص، مارغارين، شويه زيت، شويه ماء. الطريقه كيفاش خدمتو يجي بزاف هايل. نخدمو ان بون كريماج، دائما نقول لكم لي غاتو سك كي تخدمو ان بون كريماج يخرج لكم يدوب في الفم ويجي بزاف بنين. الو هنا ديراكتومون ندخلو في الوصفه تاعنا. هنا عندي لا مارغارين، شوفوا هنا تخدموا بالبيترا ولا تخدموا بالباتور كيما تحبوا، ما ما عندكمش باتور تخدموا بالفوي وشنو تخدموا بيديكم مليحه. الو هنا عندي لا مارغارين، شوفوا لي زانغريديون تبعهم في صندوق الوصف. عندي لا مارغارين لازم تكون طريه، انا حنوزن بهاد تاع الكيلات تاع اللي فيها كيلة نص كيلة ربع كيلة، هادو هما توجور نورمالمون يكونوا عندكم في البيت، ولا ما عندكمش خدموا بالكاس، كاس ربع كاس ونص كاس. الو هنايا عندي لا مارغارين لازم تكون طريه، خدمتها شويه بالبيترا، رديتها اون بوماد، نحط كاس تاع سكر كلاص يكون معمر بيان سور، نصيرو ونخدمو ان بون كريماج، ونزيد نحط لا بانسيت سال. دائما لا بانسيت سال تكون في لي غاتو سكا. بيان سور عندي ربع كاس تاع الزيت ونص كاس تاع ماء. انا واش ندير، نخلط هذاك الزيت مع الماء ونبدا نحط اون فيلي. هنا السكر ولا مارغارين تخدموا مليح، هنا نبدا نحط اون فيلي كيما راكو تشوفوا في الصوره، نحط بشويه بشويه سي كوم سي راكو تطلعوا في لا مايونيز، تخدموا ان بون كريماج. هاد لو كاتو ساك بزاف هايل. فوالا حتى نكمل كامل لا كونتيتي تاع الماء مخلط بالزيت، قلنا ربع كاس تاع الزيت ونص كاس تاع الماء. شوفوا اون ديري لا كريم او بور. هنا تخدموا ان بون كريماج كيما قلت لكم، تقدروا تخدموا بالباتور ايكم تقدروا تخدموا بيديكم بالفوي، وشنو فيها خدمه شويه باليد. الو هنايا نخليه نزيد يضرب شويه. الو هنا نبدا نحط في النواشف. الو نحط الكاس الاولاني تاع الفرينه ونزيد الكاس الثاني، ونحط مغرفه تاع قهوه تاع لا لوفور شيميك، ونزيد نحط مغرفه كبيره بومبي تاع مايزينا. دائما لا مايزينا دخلوها في لي كاتو ساك تاعكم، قلت لكم شاك فوا كي ندير لكم لي فيديو تاع لي كاتو ساك لا مايزينا توقف الحبه تاع الكاتو، وندير لا فاني ونزيد لو زيت دو سيترون. هنا درت جوج حبات زيت دو سيترون. فوالا هنا مازال نزيد نزيد لها الفرينه، نحو غير بالعقل. هنا درت 3 كيسان تاع فرينه، ونزيد قيس مغرفه كبيره تاع فرينه، ما نكملش الكاس الرابعه كما راكو تشوفوا. فوالا دوك نوريكم كيفاش تعرفوا باللي خلاص ما تزيدوش لا كونتيتي تاع الفرينه. هنا نبدا نخلط باش تطم لي العجينه. شوفوا هنايا كيفاش تعرفوا، هنا كي تمسوا بيديكم لاباط ما تلصقش في اليد، هنا تعرفوا باللي خلاص ما نزيدوش الفرينه. وريت لكم شحال قعدت لي من الفرينه من الكاس. فوالا نطم لاباط. الوغ نحكم بلاطو بيان سور، راني شاعله الفور تاعي، شعلته على 180 درجه مئويه، خليته ربع ساعه يسخن. شوفوا نتوما ديروا لا فورم اللي حبيتو، تقدروا ديروا المول سيليكون اللي راكو حابينه. الوغ هنايا وزنت الحبه تاع لاباط، وزنتها 25 غرام، نوزن ومن بعد نفاصوني في المول سيليكون، ومن بعد تشوفوا الطريقه كيفاش نطيب انا لي كاطو ساك تاعي. توجور نقلب المول سيليكون، ما نخليش كيما حطيت لاباط ديالي. فوالا كي نفاصونيهم في المول سيليكون نعاود نقلب لو مول تاعي.
نعم نقلبهم ليمون ديالي ونطيبهم على هذه الطريقة، ندخلهم الفوق نخليهم يجوزوا واحد 15 دقيقة يشد لا فورم تاعو لو كاطو، يشد لا فورم تاعو. دوك تشوفوا الطريقة، نعاود نخرج لو بلاطو، تشوفوا الحبة تاع الكاطو تشد روحها، هي مازال ما طابشة، واخدة شوية تحميرة من التحت ماشي حاجة. نحيهم ليمون سيليكون ونكمل لا كويسون بلا ليمون سيليكون. انا طفيت من التحت الفوق تاعي، عاود شعلته من الفوق ونحط البلاطو لتحت، ما نحطوش في الوسط، ونخليه ياخذ تحميرة. انا لو كاطو ساك دائما نحمرهم، شوفوا دائما لي كاطو ساك تحمروهم يجوكم بنان. فوالا، وهما هكداك سخونين ندير لهم لو سوكر غلاس باش لو سوكر غلاس يشد في لي كاطو كي يكون سخون. فوالا، ولا ديكوراسيون تقدروا في ديك الحفره ديروا لا كونفيتور، ديروا واش حبيتوا، ديروا غاناش شوكولا، تعمروها ب موجود عندكم. انا واش كان عندي، كان عندي حبه تاع لي سوريز، درتهم حبات من فوق وجاو شابين. وان شاء الله تشوفوا معايا عنديكم لي كاطو ساك بزاف، عندي دي روسيت تاع لي كاطو ساك ديروهم بلا بيض، جو سي تساعدكم كامل ويجيكم بنينه. فوالا، هذه هي لا روسيت اللي عطيتها لكم، كاطو ساك بدون بيض. فوالا، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، ولا جربتوها بعثونا تعليقات. ايكم توجور نقولكم، ولا تحبوا جديد ديروا جام، يجيكم جديد. الى بروشان.